يبقى كده عرفنا خلصت الديفاين. لازم اطلع في الديفاين what is the critical to quality او to cost او to the safety او to the schedule او كلهم او اثنين منهم طبقا للبرودكت او البروسيس اللي انا هشتغل عليها. لو بروسيس هشتغل عليها اللي يهمهم الفويس بتاعه في الكريتيكال تو سيفتي اند كواليتي يبقى هشتغل على السيفتي او كواليتي. لو اللي يهمني قوي انه الراجل بيتكلم عن التايمينج والكواليتي يبقى هشتغل على الكريتيكال تو كواليتي تو سكيدول اند كريتيكال تو كواليتي. فانا بختار الكريتيكال تو كواليتي كاركترستكس اكوردنج تو الفويس اوف ذا كاستمر will be interpreted into drivers and then to critical to quality characteristics that I have to make it to make the patient happy. دي لازم تطلع مني as a deliverable by the end of the final stage. طيب, what else? Develop a high level process map, ودي بيستخدمه دايما السايبوك تول لأنها الأسهل ومش محتاجة شرح كتير. عبارة عن supplier input process output customer. Supplier, who are the supplier for our product or service? مين اللي بيديني الماتيريالز الرو ماتيريال او اللي هيخش لي عشان اشتغل اللي بيجيب لي الانبوت. ايه هي الانبوت؟ What do the supplier give me to start to work on as a trigger البروسيس بتاعتي عشان اطلع output؟ فدي الانبوتس. What is the process? Are the process is the action that have been done on the input to give the output that will be accepted by the customer. The output is the end result of the processes that will supposed to satisfy my customers. The customers are the one who ask for a service or a product, and I do all these actions and I study what is the supplier, what is the input, what is the process, what is the outcome to satisfy him. فبرسم البروسيس بتاعتي. لو انا بشتغل internal inter the organization, الكاستمر بتاعي جوه الاورجنايزيشن والسبلاير جوه الاورجنايزيشن زي بتوع الجراحات. السبلاير بتاعي اللي هو قسم التخدير بيجيب لي عيان متخدر, يبقى السبلاير قسم التخدير بيديني انبوت عباره عن ايه؟ عيان متخدر. وقسم الانفنتوري بيديني ايه؟ ادوات الجراحيه والخيوط الجراحيه. وقسم اقسام مختلفه بتديني انبوت مختلف, بعمل عليه البروسيس بتاعتي as a surgeon, يطلع لي output surgery that it is needed to remove whatever wrong in the patient body, and then the customer will be happy about if the outcome is succeed surgery in place, in time, not infected, good shape, according to his criteria. فدي برسم السايبوك بتاعتي عشان اعرف مين السبلاير, ايه الانبوت, ايه البروسيس اللي هعملها, ايه الاوتبوت, وايه الكاستمر اللي انا عايز اراعيهم في الاخر. فبنرسم what is the supplier to the process provide the input, and every input should have a supplier. The process are active inputs. البروسيس الاوتبوت الكاستمر. This is the process that we have discussed. The supplier to the process provide inputs, and every input should have a supplier. Input to the process are the activities that trigger the process, such as customer order. The process are activities that are carried out to convert the input into output. The output of the process are the tangible product or service that the process product. The customer is the one who receives what is the end product, and every output
should have a customer وإلا ما انتجوش. أنا مش هنتج حاجة عشان أخزنها، ما كانش عندي customer لهيبة ما فيش out. فبرسم السايبوك، وبتيجي دايما الأسئلة إيه هو السايبوك، الاس يعني إيه، طب إيه أهمية السايبوك، هل كل سبلاير، هل كل input له سبلاير ولا. وانت بتفكر حتى، انا هضرب مثال كان ضاربين مثال جميل، بيقول لك لو انت بتجيب كل السبلاي بتاعك من مصدر واحد ولا لا. لو كنت جبت كل الانبوت بتاعتك من نفس السبلاي، لو بيعمل لك ديلي يبقى هيبوظ لك الشغلانه، لانه لو عمل ديلي في السبلاي يبقى انت مش هيبقى عندك انبوت عشان تعمل البروسيس. فهل وتغيير السبلاير او مالتيبل سبلاير اوف ذا سيم ايتم could be different in the end type of input, so you have to judge what is going on to make your process easier. كده خلصنا كل اللي احنا محتاجينه. عايزين نبتدي نكتب البروجكت شارتر. طيب البروجكت شارتر يكتب فيها ايه؟ البروبلم ستيتمنت، السكوب، والداتا ريفرنس. لان انا لما اجي بكتب البروبلم ستيتمنت لازم اكتب نمبرز، فعشان اكتب نمبرز لابد ان يبقى عندي بيز لاين داتا، كام وقت الانتظار اللي هشتغل عليه عشان مش عاجب الكاستمر. فيبقى لازم يكون عندي بيز لاين داتا. هذه البيز لاين لو عندي في السيستم بطلعها، ما عنديش في السيستم بيقول لحضرتك تعمل work of the process backward، تمشي على العملية بتاعتك بطريقة عكسية عشان تلم داتا لمدة أسبوع مثلا. وعشان كده خدنا session مخصوص عن الداتا، what are the data, from where to collect the data, who will collect, where to collect, how to collect, how to validate data. عشان في الأخير لما تيجي تقول في البروجكت شارتر أنا عندي waiting time 45 minutes which يبديل اللي تحدد في النمبرز، البروجكت ستيتمنت بتاعتك تحدد بنمبرز بالreference data اللي أنت مجمعها. ف to create the deliverables to be measured against of the success of the project. عشان لما تيجي تقول ان الجول بتاعي انا عايز اقلله فترة الانتظار، اقللها من 45 دقيقة الى 30 دقيقة، في الجول ستيتمنت لازم تقول تايم خلال 3 شهور. يبقى انت عندك بيز لاين بتقيس اليه او بتعول عليه كبيز لاين داتا. Identify and confirm the project stakeholders, team members, timeline for the project. دي الإليمنت اللي لازم تكون موجودة في البروجكت شارتر. هنمر عليهم بسرعة. First two parts of the charter is the problem statement. Why are we doing this? ولا بد تكون في numbers. نمرة اثنين. What is the scope? The project scope can be identified as all elements of the delivery process up to the end point we are working on the dental endo patient outside clinic. In the outside clinic of the endo patient. خلاص during regular hours. يبقى انا الشغل بتاعتي ان الويتنج تايم in the endo patient in regular hours، عشان ما تبقاش خدت معايا في السكوب الافتر اورز، لا مش تبع العيادات اللي بعد مواعيد الساعه 4 ومش معايا. انا بشتغل على العيادات اللي بتشتغل من 8 ل 12 ومن 1 ل 4. فلازم تحدد السكوب، وبعدين في الستيتمنت تقول the waiting time in the dental outpatient dental endo outpatient the waiting time in the outpatient endo clinic in the dental center is
45 minutes. والسكوب بتاعها انك انت بتشتغل على الاندو بيشنت during duty hours. دي في السكوب بتكتب انها during duty hours عشان تطلع منها حسبة الناس اللي اوت اللي بيشتغلوا من 4 ل 6. فالبروبلم ستيتمنت why are we doing this you have to put it in numbers. السكوب what is in scope and what is out of scope لازم يبقى في البروجكت شارت. And you have, it is important to ensure that the expected success of any project has to be reached within 3 to 4 months. And if not, scope reduced to improve the result. From the start, لو انت شايف ان البروجكت بتاعك مش هتقدر توصل للنجاح خلال من 3 لـ4 شهور, يبقى انت بتشتغل على سكوب مش انتر ديبارتمنتال ومش مطلوب, لابد انك انت تعيد النظر في السكوب اللي انت بتشتغل عليه, لان المطلوب ده وده ستاندرد عالمي, اي كواليتي امبروفمنت بروجكت does not exceed 3, وقلنا up to 4 عشان الفور فورث مانث بيبقى عشان الكنترول. طبعا الداتا لازم يبقى عندك بيز لاين داتا عشان تقدر تقول في البروبلم ستيتمنت نمبرز why you are doing this. يا اما بتبقى الداتا عندك, يا اما walk the process over a period of days and record the data to put down what is the numbers, how big is your process problem. However you gather the data you need to remember that it is only snapshot, لانك انت بتاخد وقت معين اسبوع واحد, and does not reflect everything that may need to be measured. فدي بيسموها short term data, ان انا مش, او اذا كان بقى عندي long term data, اذا كان عندي record, عندي عدد المرضى اللي بيجوا في العيادات الخارجية كل اسبوع السنة اللي فاتت كلها, فبقدر اعرف ان حجم العملية بتاعتي on the average كذا based on a very hard baseline data. طب انا ما عنديش, قال لك to work backward for short time and put a baseline data and but be sure that it is a short time data collected. You can put it as a project statement but it does not reflect the total everything change, لان المواعيد عدد الحضور اللي في الشهر اللي انت او الاسبوع اللي انت عديته ممكن يكون الاسبوع ده في قبل المدارس بعد المدارس في رمضان سبيشال, فبالتالي فبيقول لحضرتك انه it does not reflect the everything according to your process. This baseline, عشان كده قال لك الجمله اللي بعدها مباشره تن, and this baseline is agreed upon with the process owner champion the key stakeholder as a starting point. لو انت بتاخد الداتا من اي تي من داتابيز مش لابد برضو هتعرضها على الموافقه بس انت عندك evidence قوي, لكن لو انت بتلم داتا فلابد انك انت it will not reflect everything about your process and so you have to take the approval, بتحطها في البروجكت شارتر, بتقول انك انت يو ار كولكتنج ذا داتا, عشان كده بتحط الداتا كولكشن شيت وبتحط الداتا بتاعتك عشان تو تيك ذا ابروفال اوف ذا شامبيون اند ذا ستيك هولدر بيكوز ذي ار جوينج تو انفست. ستيك هولدرز, هو ار ذا ستيك هولدرز, ذي ار انترنال اند اكسترنال كاستمر, البروسيس اونر, البيبل هو ويل بي انفلوينسد باي يور بروسيس, and anyone is he influenced or influenced by the process, يا هو بيأثر فيها يا بيتأثر بيها. بعد كده بتعمل ابديت للبروجكت شارتر بتاعتك بانك انت بتعيد كتابه بقى حجمها قد ايه وتشوف بتحط فيها الداتا او بتكون بتطلع الداتا, لان الداتا البيزلاين داتا بتاعتك it can be
the base of your project that you will rely on. نراجع عشان نبقى خلصنا. Define step بنشتغلها ازاي. First, align goal with the business initiative. شغلانة الشامبيون مع الماستر بيلت او ماستر بلاك بيلت. يجي معاهم الراجل بتاع الفاينانس. Identify the project return on investment and why you choose this project. Return of investment. Then develop project name and purpose. Why are we doing this? Then define the process owner and the team. يروح الـ Green Belt أو التيم ليدر سواء Green Belt أو Black Belt يروح يقعد مع الـ Process Owner ويختار التيم. Then identify the customers and the critical to quality requirement. What I am going to do to fulfill the voice of my customers. Then place a high level process map. Who is your supplier? Who is customer? Who is supplier? Who, what is the input? What is the process I am going to do? What is the output of this process? And then what is the my customers? Finally, would you please fill up the project charter with all these and all the deliverables, trained team, critical to quality. Project charter include problem statement, problem scope, goal statement, time framed. This project charter has to be signed by the team leader and approved by the higher authority, putting in it what is the budget you are in need. زي ما قلنا في المحاضرة في السيشن اللي فات. كده السيشن الجاي إن شاء الله هيكون phase 2 measure.